كالعادة ما لحقتش انصب المصادة، الصقر نزل على المصادة و الحمام عمال يلف حواليه عاوز مستغرب ولا مش عارف، هو تقريبا كده اتمسح. نحاول نقرب عليه. مبيلحقش ينزل اصلا ويكون ممسوك، هو بيحاول يطير بس المصيدة ماسكاها. المصيدة دي اشتريها من ابو مريم، المصيدة بسم الله ما شاء الله جميل. اللي عاوز المصيدة يتواصل معايا وحدي له رقم ابو مريم او اكتب له تعليق، بس المصيدة دي بتعمل 170 جنيه بس. Thank you.